نحو نصف اليابانيات اللواتي في الثلاثينيات من أعمارهن عازبات، يوشيه واحدة منهن، ولكن بعد أن حققت معظم ما ترغب به في حياتها الوظيفية أخذت تسرع الخطى حتى لا يفوتها قطار الزواج. معظم الفتيات لا يرغبن بالزواج مباشرة بعد التخرج من الجامعة، وبعد سنوات ندرك أننا أصبحنا عانسات. لجأت يوشيه إلى الاستعانة بخدمات الشركات التي تتولى التوسط بين الراغبين في الزواج. التقت ببعض الشبان، ورغم أنها أعجبت بعدد منهم فإن أي منهم لم يطلب يدها للزواج، فأدركت أنها بحاجة للمساعدة، لذلك جاءت إلى هذه المدرسة التي تعلم كيفية استمالة قلب شريك العمر والإيقاع به. والآن ستأخذ أول درس مع أستاذ يمثل دور شاب تلتقيه عبر شركات التعريف، وستقوم المدرسة بتقييم المحادثة بين يوشيه والأستاذ. خلال الحديث الذي يبدو أنه يسير على ما يرام، يسأل الأستاذ يوشيه إن كانت تطبخ في بيتها، فتجيبه بأنها نادرا ما تأكل في البيت، ثم تتحدث عن حبها للسفر والتغيير. ملاحظات كثيرة سجلتها المدرسة، ويبدو أنها عرفت لماذا لم تتمكن يوشيه من العثور على زوج حتى الآن. انتهى الدرس، وستستمع يوشيه إلى نتيجة أدائها التي يبدو أنها كانت سيئة. فالشاب الذي يرغب بالزواج يتوقع أن تحدثه الفتاة عن إجادتها للطبخ وحبها للاستقرار، وهو ما لم يحي به حديث يوشيه. قدمت المدرسة ليوشيه العديد من النصائح حول طريقتها في الحديث وثيابها وكيفية التعبير عن أنوثتها، وربما كانت بعض الملاحظات قاسية على يوشيه، ولكنها جاءت لتستمع إليها. بهذا التدريب يمكن أن نضمن بنسبة 80% أن الفتاة أو الشاب يستطيع أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من الحديث عن الزواج مع الطرف الآخر. هناك 4000 شركة للتعريف بين الراغبين بالزواج، ولكن 8% فقط يتمكنون من الزواج عبرها، لأن معظم الشبان لا يعرفون كيف يكسبون قلب زوج المستقبل. مدة التدريب في المدرسة 3 أشهر، تتضمن دروسا في المحادثة والطبخ وانتقاء الثياب والتقاليد اليابانية. ورغم أنها ستكلف يوشيه نحو 3000 دولار، يبدو أنه ثمن معقول لشراء بطاقة قطار الزواج. فدي سلامة الجزيرة، طوكيو.